المباراة الثانية في دور ربع النهائي بيشهدها ملعب كابيتانو مصر النهاردة بين فريق محمود الجوهري بقيادة محمود أبو الدهب وفريق بوبو بقيادة أحمد الكاس. فريق محمود الجوهري بيدخل دور الثمانية بعد ما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقط، أما فريق بوبو فبيحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقط. على مدار الدور الأول اضطر فريق محمود الجوهري إنه يستغنى عن 2 من لاعبته بعد هزيمته من فريق حمادة أمام في الجولة الأخيرة في دور المجموعات. أما فريق بوبو فعاش تجربة استبعاد لعبته مرتين، واضطر أحمد الكاس إنه يستغنى عن 4 من لعبته على مدار 3 ماتشات بعد هزيمته في ماتشين وتحقيقه لفوز وحيد على فريق محمد عبد الوهاب أكتر من لاعب ظهر في فريق محمود الجوهري في مباريات دور المجموعات زي يوسف نصير والسيد خالد ومصطفى العسوي. أما فريق بوبو فكان عبد الله عيد والحارس أحمد عبد الفتاح هم أبرز اللعيبة في صفوفه. تاني مباريات خروج المغلوب واللي أكيد بتحمل طابع مختلف عشان كل فريق عارف إنها فرصته الوحيدة إما الفوز أو توديع البطولة، فمين يعملها؟ محمود الجوهري ولا بوبو؟ ومين يحجز البطاقة التانية في دور الأربعة وينضم لفريق محمد عبد الوهاب في الأربعة الكبار؟ النهاردة نكون أو لا نكون لازم يكون عندك القرار. استلام وتسلم وحركه، ما ينفعش استلم الكوره او مقلش الكوره كده، يعني ما ينفعش.